ونقول لهم خسئتم، لست أنا من يتخلى عن مسؤوليات. أكد الرئيس السوري بشار الأسد في خطابه الرابع منذ وقوع الأحداث في سوريا أن الجامعة العربية هي مرآة للوضع العربي المزري، وما كان يحدث في السر أصبح يحدث في العلن، مشيرا إلى أن التنوع الإسلامي المسيحي عنوان عروبة سوريا، وأن علينا محاربة الإرهاب لا الإسلام. إذا كان بعض الدول تسعى لتعليق عروبتنا بالجامعة، فنحن نقول بأنهم يعلقون عروبة الجامعة، لا يستطيع أن يعلقوا عروبة سوريا، وإنما الجامعة بلا سوريا تصبح عروبتها معلقة. إذا كان البعض يعتقد بأنه يستطيع أن يخرجنا من الجامعة، فهو لا يستطيع أن يخرجنا من العروبة، لأن العروبة ليست قرار سياسي، هي تراث وتاريخ. أما تلك الدول التي تعرفونها فهي لم تدخل العروبة ولم تدخلها. نستطيع أن نقول بأنهم بهذه المحاولة قد لا يركزوا كثيرا على إخراج سوريا من الجامعة، وإنما يركزون أكثر على تعليق العروبة في الجامعة لكي يبقى اسمها فقط جامعة عربية، لكنها لن تكون لا جامعة ولا عربية، وإنما ستكون جامعة مستعربة لكي تتناسب مع سياساتهم ومع الدور الذي يقومون به الآن على الساحة العربية. وإلا كيف نفسر هذا اللطف الغير معقول والغير مسبوق مع العدو الصهيوني في كل ما يمارس، وهذا الحزم والتشدد مع سوريا؟ بالنسبة لنا خاسرين مع الدول العربية طالما أن الوضع العربي سيء. الدول العربية ليست واحدة في سياساتها، هناك دول حاولت خلال هذه المرحلة أن تلعب دورا أخلاقيا موضوعيا تجاه ما يحصل في سوريا. هناك دول بالأساس لا تهتم كثيرا بما يحصل بشكل عام، يعني تقف على الحياد في معظم القضايا، وهناك دول تنفذ ما يطلب منها. الغريب أن بعض المسؤولين العرب معنا في القلب وضدنا في السياسة، وعندما نسأل لماذا يقال أو يقول أنا معكم ولكن هناك ضغوط خارجية، يعني هو إعلان شبه رسمي بفقدان السيادة. لماذا بدأوا المبادرة العربية؟ نفس الدول التي تدعي الحرص على الشعب السوري كانت في البداية تنصحنا بموضوع الإصلاح. طبعا هي ليس لا يوجد لديها أدنى معرفة بالديمقراطية، وليس لها تراث في هذا المجال، ولكن كانوا يعتقدون بأننا لن نسير باتجاه الإصلاح، وسيكون هناك عنوان لهذه الدول لكي تستخدمه دوليا بأن هناك صراع داخل سوريا بين دولة لا تريد الإصلاح وشعب يريد أن يصلح أو أن يتحرر أو ما شابه. لماذا لم نكن نسمح للإعلام أن يدخل إلى سوريا؟ الحقيقة خلال الشهر أو شهر ونصف من بداية الأزمة كان الإعلام الأجنبي والعربي حر تماما في التحرك داخل سوريا، ولكن كل الفبركات الإعلامية والحالة السياسية والإعلامية التي بنيت ضد سوريا بنيت على تلك المرحلة وعلى ذلك التزوير. لذلك في ذلك الوقت أخذنا قرار بأن لا نغلق الباب، ولكن أن يكون هناك انتقائية في دخول الإعلام، و يعني على الأقل لنضبط نوعية المعلومات أو نوعية التزوير الذي يخرج خارج الحدود. الرئيس الأسد أكد انتهاج سياسة الإصلاح ومكافحة الإرهاب، وشدد على أنه لا يمكن القيام بعملية إصلاح داخلي من دون التعامل مع الوقائع على الأرض. سيستخدم هذه الكلمة ليقول الرئيس السوري يعلم بأنه لن يتنازل عن المنصب، هم يخلطون بين المنصب والمسؤولية، وأنا قلت في عام 2000 أنا لا أسعى لمنصب ولا أهرب من مسؤولية. المنصب ليس له قيمة، هو مجرد أداة، ومن يسعى لمنصب لا يحترم. نحن نتحدث الآن عن المسؤولية، وهذه المسؤولية أهميتها بالدعم الشعبي، فأنا أكون في هذا الموقع بدعم من الشعب، وعندما أترك هذا الموقع يكون أيضا برغبة من هذا الشعب. هذا الموضوع محسوم، لكن أنا أريد أن أؤكد بأنه لا يوجد غطاء لأحد، ولا يوجد أي أمر، أؤكد مرة أخرى على هذه النقطة، لا يوجد أي أمر في أي مستوى من مستويات الدولة بإطلاق النار على أي مواطن. لا يحق إطلاق النار بحسب القانون إلا دفاعا عن النفس، دفاعا عن مواطن، وعند الاشتباك مع شخص مسلح يحمل سلاح. البعض يعتقد بأنه لم يتم إلقاء القبض، لم يتم إلقاء القبض على أي شخص مما ارتكبوا أعمال قتل، أنا أقصد العاملين في الدولة. هذا الكلام غير صحيح، تم إلقاء القبض على عدد محدود في جرائم قتل وغيرها، ولكن أقول محدود لأن الأدلة المتوفرة بحد ذاتها كانت محدودة ومربوطة بهؤلاء الأشخاص. سنذهب للاستفتاء بعد أن تنهي اللجنة أعمالها وتقدم الدستور، سنضعه في الأقنية الدستورية بهدف الوصول إلى الاستفتاء. من الممكن أن يكون الاستفتاء على الدستور في بداية شهر آذار. انتخابات مجلس الشعب مرتبطة
الدستور، خاصة أن معظم القوى السياسية تريد أن يكون الانتخاب أو انتخابات مجلس الشعب بعد الدستور. نحن لن نخون الشعب، المعايير واضحة، معارضة وطنية. ماذا تعني معارضة وطنية؟ لا نريد معارضة تجلس في السفارات، لا نريد معارضة تأخذ المؤشرات من الخارج يقول لها الآن لا تحاور الدولة، يعني الموضوع منتهي، الانهيار بقي له بضعة أسابيع، أجل الحوار الآن. لا نريد معارضة تجلس معنا وتبتزنا تحت عنوان الأزمة لتحقق مكاسب شخصية. لا نريد معارضة تحاورنا بالسر لكي لا تغضب أحدا ويقول لنا نحاوركم لكن بالسر. التأخير في موضوع الحوار لا يرتبط في سوريا. حتى المبادرة العربية عندما بدأوا بها تحت فكرة الحوار مع كل القوى بما فيها القوى المعادية والتي ارتكبت جرائم إرهاب في ذلك الوقت في السبعينات والثمانينات، قلنا حتى هذه القوى لا يوجد لدينا مشكلة في الحوار معها إذا أرادت أن تأتي إلى سوريا ونحن نقدم كل الضمانات. وأشار الأسد إلى أن لدى سوريا عددا من نقاط القوة ومنها الموقع الاستراتيجي، وإذا أرادوا محاصرة سوريا فسيحاصرون منطقة كاملة.